الحمد لله أن التنمر يعني جاء علي، لكن أنا لا أهم. التنمر أتى من شخص، لكن معي مليار ونصف مسلم كلهم معي ويحبوني، لكن هذا التنمر أنا لا أفكر فيه، وأقول هذا اللي تنمر عليه ومن عفا وأصلح فأجر على الله، أنا سامحته. لكن شخصيتي أنا عندي أسنان مريضة، عندي فوبيا من الطبيب الأسنان، هذا المشكل الذي وقع لي. ليت أتيت إلى مصر، أتيت إلى قطر، هيا كلمني هو، أتيت إلى قطر وما عندك باش تخلص أسنانك كلها، هذا خلاص ما بفهم هذا الكلام هذا. أنا عندي تخوف، عندي فوبيا من الأسنان. الطبيب موجود معايا هنا الحمد لله، كلمني في الهاتف، ربع ساعة كان حصل على رقمي الحمد لله. ذهبت إلى دبي 12 ساعة وأنا في العملية، زرع لي العظام 50% تاع عظامي حقيقي 50% مصطنع، هذا خصو وقت كي يعالجني. الحمد لله الدكتور ما زال معي، ما تخلى عني، تلقيت هذا التنمر. لكن لا يهمني، أنا جيت سعيد أنني وصلت إلى نصف نهائي مع المنتخب. سؤال أخير، كيف تشوف المباراة ما بين المغرب وفرنسا؟ مباراة بين المغرب وفرنسا مباراة قوية، لكن إن شاء الله نتمنى من وليد الكراكي أن يشحن اللعبة. منتخب مغربي له لاعب واحد، رقم واحد، من هو؟ هو الجمهور رقم واحد. شفتي الآن النشيد الوطني في استاد تماما، ولا في البيت، ولا في أنه في كازابلانكا أو في الرباط أو في طنجة أو في أكادير، أن النشيد الوطني ما شاء الله، حتى البكاء مع النشيد الوطني للجمهور المغربي أعطى درس، وهو رقم واحد في هذا المونديال والحمد لله. كما رأيت قطر أعطى الدرس للغرب، أن كل منتخب أو كل جمهور يأتي إلى قطر أن يحترم ثقافتها، إسلاميتها، حضارتها. كذلك الجمهور، كذلك اللاعب المنتخب المغربي أعطوا درس لجميع اللاعبين أنهم يقابلوا أمهاتهم قبل أن زوجاتهم. هذا تاريخ بالنسبة للكرة المغربية، وهذا إنجاز.